السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور، ويوم جديد. وسؤال المرة هذه من التويتر، وهذه ما هي باستشارة، هذه دردشة. رأيي في الليكسس الار اكس والجاكور، وليس الجاكور، الاف بيس. فلحد ياخذ قرار بناء على الدردشة هذه عن رأيي في السيارة هذه. الاستشارة لها موضوع آخر، تواصل على الواتساب بزنس، يمكن يصلح لك الاركس ويمكن يصلح لك الاف بيس، على حسب 20 سؤال اللي راح تجاوبها لما نتواصل في الواتساب. نرجع لموضوع الاف بيس والاركس. طبعا الثنتين جربتهم في الكويت، سيارات اقدر اقول اني ارفع لها القبعة. خلنا نبدأ بالاركس. الاركس يمكن وصلنا الجيل الثاني. الجيل الاول كان شكله يضحك، حتى كانت المرر حقته قدام هناك، اذا كنا بالسيارات القديمة اللي تجيك قدام بالمدقر والرفرف الامام. جانا الجيل الثاني، اول ما وصلنا جانا 2004-2005، وكان سعره نفس سعر الليكسس الاي اس، لدرجة ان الناس في ذيك الفترة كانت محتارة هل اخذ الار اكس ولا اخذ الاي اس. وانا اتوقع ان ما يبغى لها شوية تفكير في دول الخليج، سيارتين نفس السعر، فبتاخذ السيارة المرتفعة بحكم ان سعره كان ذيك الايام تقريبا 140 إلى 160 ألف ريال سعودي، تقريبا 12 ألف دينار. ويمكن هذاك الجيل هو اللي رفع اسهم الار اكس بشكل كبير. سيارة ولا اربع، لازلت اشوفها الى اليوم في الشوارع ممتازة. دخلت الليكسس يمكن مع الاي اس الاضاءة الخلفية اللي تكون كريستال او الشفافة، او اللي صارت تسميها الان السيارات الاوروبية البلاك، يبين لك من داخل انها كذا بلاك. بعدين نزلت الجيل الثاني، كان شكله بيض، ما ادري شلون صاير. الجيل اللي بعده اعتقد الجيل الثالث، بعدين غيرت الجيل الرابع اللي موجود حاليا تقريبا من 2015 2016 اذا ماني غلطان. وكان صراحه تغيير روعه، واخذ هويه اللكسس الجديده. فالجيل الرابع هو مبني على نفس الشاسيه حق الهايلاندر، كلهم الثنتين يعني ياخذون نفس الشاسيه، تركب عليهم نفس المحركات زي ما تعودنا في اللاند كروزر وفي اللكسس الاكس وفي البرادو والجي اكس وانت ماشي. فيجي 4 سلندر ويجي 6 سلندر ويجي 6 سلندر هايبريد. طبعا السياره مبنيه انها تكون دفع امامي، سيارة عائلة فما هي بحقة بر. ولكن اللي شاف حلقة تجربتي لها كان تفاعلها وتعاملها مع المطبات مع الشوارع، حسيت اني راكب جيب. يعني السيارة دفع امامي، فتتوقع انها شوي بتكون بيهايند، يعني اضعف شوي من سيارات الجيوب، ولكن تفاعلها مع الشوارع المكسرة كان صراحة روعة. الجيل الرابع فكرت الليكسس، قالت نبي نغطي سيجمنت فيه كاستمرز يقولون نقدر ناخذ الاكس 5 3 صفوف، نقدر ناخذ الرينج روفر سبورت 3 صفوف، الكيو 7 3 صفوف، فليش ما نحط نفس الار اكس بس يكون لونج اطول شوي ونحط كرسي ورا. عملي عملي، شكله قبيح شكله قبيح، سيء الى ابعد الحدود. يذكرني في الجي ام سي الانفوي اللي صار اللونج، والشفرلي تريل بليزر اللي صار طويل، اللي يذكر ايام 2003 2004، اللي كان شكلها جدا قبيح. صح الناس طاحوا فيها، ولكن كان اقبح شكل ممكن تشوفه في الشارع. الليكسس حطت كل التكنولوجيا في السياره هذه اللي تخطر في بالك، وسياره فعلا تستحق المبلغ اللي تحطه فيها. طبعا السعر وما ادراك ما السعر، اكيد انه بيكون غالي. ف
خلال 15 سنة تقريبا، أو خلنا نقول 10 سنين إذا بنقارن بال 2005 2006 و 2016، نقز سعر السيارة من 160 ألف إلى تقريبا 260 ألف ريال سعودي. خلنا نقول الانفليشن والعملة تنزل وهلما جرى التكنولوجيا تطورت، السيارة صارت أكبر أوسع أشرع أفخم، مع أني لازلت أؤمن أن الجيل الثاني كان أجمل جيل، وجهة نظر. سيارة عائلة تصلح حقت رجل، حقت امرأة أكثر، يمكن 60% أنثوية أكثر من تكون سيارة رجل. الرجل يحتاج يصلح للجي إكس والآر إك والال إكس أكثر. نجي للجاكور الإف بيس. الجاكور إف بيس هو يحمل نفس الشاسيه اللي موجود في الرينج روفر فيلار، هو الأب الروحي للفيلار، وكلهم مبنيين على نفس الشاسيه حق الإكس إي والإكس إف، أو أروع شاسيه أنتجته الجاكور للفئات خلنا نقول الصغيرة. فمن الكلام اللي أنا أقول الآن راح تعرف أن السيارة هاي تعتبر حجمها أصغر، قد تقارن في اللكسس الان اكس وليس الار اكس، فالار اكس يعتبر فئة اعلى، الار اكس يقارن في الرينج روفر سبورت. الفيلار والاف بيس نفس السيارة، اللهم ان هذه جاكور وهذه اف بيس، هذه لاند روفر او عفوا رينج روفر تحت اللاند روفر، ولكن تعتبر اكبر سيارة في فئتها، اكبر من الاكس 4 الاكس 3 الجي ال سي من مرسيدس. فنقدر نقول الاف بيس طبعا مع الفيلار انتجت لك شركة الجي ال ار جاكور لاند روفر سيارتين جمال روعة، سواء من برا او من داخل فخامة، وفرت لك علامات كبيرة جدا بسعر خلنا نقول معقول في عالم السيارات الفخمة، حطت لك عليها محركات اجرام 4 سلندر 6 سلندر و 8 سلندر، يعني مطلع منهم سيارات الاس في ار، يعني طب واختار، تبغى سيارة اقتصادية، تبغى سيارة تدخل فيها تراك، على كيفك، عكس مثلا اللكسس الار اكس اللي بتكون سيارة عائلة. فهذه نقدر نقول سيارة شبابية تصلح حقت بنت 50% وتصلح حقت ولد 50%. الجميل في الفيلار الرينج روفر والاف بيس الجاكور انها مبنية على شاسيه الدفع الخلفي اللي موجود في الاكس اي اللي تنافس بشكل كبير 3 سيريز، فراح يعطيك متعة قيادة الى حد ما. حاول انك تشوف تجربتي للاف بيس والفيلار في قناتي، تلقاها في اليوتيوب. يمكن لقيت فيه الاندرستير كان عالي شوي، ولكن إذا بتتكلم في الفئة هذه السيارة تعتبر دايناميك، يعني تعتبر سيارة تعطيك أداء رياضي ومتعة قيادة، ولكن تعطيك إن مستواها وحجمها أكبر من أنها تكون سيارة خلنا نقول صغيرة. الان اكس اللكسس الان اكس فعلا تشوف شكله صغير، ولكن الاف بيس تحس إنه أكبر. صيانة السيارتين بتكون طبعا بريميوم وبتكون مكلفة، السيارات ما هي رخيصة، لا سمح الله في حالة الحوادث أو حتى لو كان بسيط راح تكون مكلفة جدا جدا. فلذلك السيارات هذه اللي بيشتريها جديدة يفضل أنه يسوي عليها تأمين شامل وليس تأمين ضد الغير، علشان الشركة لا سمح الله تتحمل، لا سمح الله يصير لك حادث، انها تتحمل تدفع عنك اصلاحات السياره. الفرق بين الثنتين فرق السماء على الارض، لا من ناحيه الاداء، لا من ناحيه الشكل، لا من ناحيه البيربس حقها، يعني السياره هذه تشتريها حق ايش. الوكلاء مختلفين كليا، ما تقدر تقارن وكاله اللكسس في بنتلي اللي انا راكب فيها الحين، فما بالك انك تقارنها مثلا في الرينج روفر او الجاكور. فإذا أنك تبغى تتميز وعزابي أو توك متزوج أو عندك طفل
بالكثير طفلين وخلال 5 سنوات الجاية ما تفكر انك تجيب ثالث، وعندك في البلد خلنا نقول وكيل رينج روفر ولاند روفر وجاكور، هنا ممكن اقول لك انك بتكون متميز اكثر في الاف بيس. طبعا باقي فيه 19 سؤال اللي يبغى الاستشارة، باقي فيه 19 سؤال. يمكن اقول لك الحين ان الاف بيس بتكون مميزة لك اكثر، ولكن مع الاجابة على الاسئلة هذيك في الاستشارة ممكن يطلع لاركس انسب لك. لذلك الاستشارة مهمة جدا. انا قاعد اسولف عن رأيي الشخصي في السيارتين هذه، لحد ياخذ قرار وبعدين يقول حسبي الله والله ان فلان قال والله انك قلت. انا قلت، انا قاعد اسولف عن رأيي الشخصي في السيارتين هذه. الشخص اللي لا يبغى سيارة اكبر، يبغى راعي سفر، عنده مثلا يبغى يشيل اغراض، يبغى 3 صفوف يقدر ياخذ اللونج السيارة اللي طويلة شوي، فاكيد ان الاكس الاكسس الار اكس بتكون الخيار الافضل. طبعا غير انه مثلا انه اذا ما عندك لاند روفر او جاكور وكيل في البلد اللي انت فيه، فاكيد اكيد ان اللكسس راح تفوز. فكان هذا رايي الشخصي في الجاكور الاف بيس واللكسس الار اكس، وهذه زي ما قلت تعتبر فئتين مختلفه. اتمنى اني افدتكم في السيارتين هذه، ونشوفكم ان شاء الله في يوم اخر مع سؤال اخر. فما الله.